بجد التحيه ليك يا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. ضيوفك الكرام، مبروك النهارده طبعا الفوز لفريق النادي الاهلي، فريق عنيد اكيد المقاولين العرب. كابتن عماد النحاس كان عامل اداء اكثر من رائع، لكن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره هنتكلم معاه على المباراه. مبروك يا كابتن سيد. يمكن النهارده ما شفناش جيم مقفول، شفنا جيم مفتوح، يمكن هو ده اللي احنا كنا بنتمنى، نكون الفرقه اللي قدامنا بتلعبنا كوره النهارده، يمكن رغم الغيابات والاصابات العديده جدا، لكن اداء بالنسبه للنادي الاهلي اداء مميز جدا، معقول المباريات تحت القياده الفنيه المستر بيتسو موسيماني. الحمد لله. طبعا يعني برضو مباراه في اطار الاستعداد والتحضير لمباراه الوداد، يعني الحمد لله كان يهمك برضو ان انت تكسبها، يعني بمعنويات وروح جديده واجواء جديده، فالحمد لله الى حد كبير جدا الاداء كان هايل جدا في الشوط الاول، والشوط الثاني استمر طبعا وضع طبيعي، يعني انت كسبان فوضع طبيعي هيجي عليك هجمه، ده وضع طبيعي يعني. الحمد لله طبعا يعني الشناوي يمكن خرج من البدايه بمجرد ما حس بيها، ان شاء الله ما تبقاش فيها حاجه تطول، يعني ان شاء الله باذن الله هنعمل اشعه النهارده او بكره على اقصى تقدير وهنطمن باذن الله، لكن ان شاء الله الرحمن ان شاء الله الرحمن انا متفائل، شخصيه الشناوي وروحه واصراره كده ان شاء الله الرحمن يكون معانا باذن الله. يمكن اكيد كنا بنتكلم على الدعم والمسانده والتكاتف في الفتره الجايه من جمهور النادي الاهلي تحديدا مع مستر بيتسو موسيماني. لعيبه النادي الاهلي عندها الرغبه وعندها كل الامور دي، لكن مع مدير فني جديد بالمعنويات دي، راجل اتكلم عن النادي الاهلي بشكل كبير وعارف قيمه النادي الاهلي بشكل كبير، ده امر مهم جدا يا كابتن سيد حابين نتكلم عنه. احنا عندنا ثوابت، يعني الثوابت بتاعتنا المدير الفني اللي موجود بتبقى على طول في ظهره وبتحضر له كل الاشياء، وكل مش هو بس الجهاز الفني كله يعني واللعيبه كمان، ده دور الاداري او الدور في النطاق المجال اللي هو المساعد ليه يعني، فبتهيئ له كل الاجواء الصحيه اللي تساعده ان هو يطبق فكره او الاشياء اللي عايز يعملها او الحاجات اللي بيبقى محتاجها يعني. ان شاء الله الرحمن نكون موفقين معاه، وان شاء الله الرحمن باذن الله يكون اضافه جديده بالنسبه لنا، واعتقد ان هو مقدم يعني ورقه اعتماده من قبل ما يجي، حتى من خلال مشاركته في افريقيا ومن خلال تواجده في البطولات الافريقيه في الخمس ست سنين اللي فاتوا يعني. يمكن الاصابات عديده جدا، اجاي والشيخ يمكن ما كانوش متواجدين، عايزين نطمن عليهم، هل هيكونوا متواجدين بقى خلاص يمكن عندهم اجهاد عام، وايضا كمان محمود وحيد حابين نطمن عليهم بشكل عام. احنا يا دوبك يعني اي حد بيحس باي حاجه بنحاول ان احنا نريحه، يعني الوقت خلاص بالنسبه لك يعني وصل لمرحله صعبه يعني، لكن ان شاء الله الرحمن ما يبقاش في حد على مباراه الوداد يبقى عنده اي حاجه، يعني اجاي ان شاء الله الرحمن ممكن يخش معنا بكره باذن الله. احمد الشيخ هنشوف الوضع بكره ايه، النهارده يعني هنشوف زي ما قلت لك الشناوي بكره او النهارده يعني على حسب ما هتتحدد له اشاعه في اللي هيعملها ان شاء الله، ونطمن باذن الله على الباقي. عارف طبعا الفتره الجايه كلها يمكن بالنسبه لمباراه الدوري العام مع مباراه بيراميدز هي تحضيريه لمباراه الوداد، لكن بشكل عام التحضير لمباراه الوداد ميعاد السفر اتحدد، الامور لسه السفاره فتحت كل الامور ده كابتن سيد عايزين نطمن عليه. حددنا انا والراجل امبارح السفر هيبقى يوم 13 ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تبقى طياره خاصه، يعني ده قرار مجلس الاداره بنشكرهم عليه طبعا، وقرار لجنه التخطيط وكابتن الخطيب، فيعني هتبقى السفر يوم 13 ان شاء الله، والعوده ان شاء الله الرحمن هتبقى بعد الماتش على طول يعني باذن الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره للنادي الاهلي، اطمنا من خلاله طبعا على فريق النادي الاهلي بشكل عام، يمكن ان شاء الله زي ما قال اجا يكون متواجد ان شاء الله في تدريب الغد احمد الشيخ، لسه الامور بالنسبه له، ويمكن الشيء الاهم كمان هو مباراه الوداد والتحضير والسفر، الامر اللي جاي هو ده مهم جدا لفريق النادي الاهلي، ويمكن ده شيء مهم جدا، المباراه لما تكون يوم 17 تسافر يوم 13 معاك عدد كبير من الوقت ان شاء الله تتدرب يوم واثنين وثلاثه في الاجواء المغربيه باذن الله. طبعا اهم حاجه ان يكون الاجواء هي دي اللي هتكون بتساعد فريق النادي الاهلي، ان انت تحط نفسك في الاجواء، ده امر مهم جدا لفريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الرحله تكون موفقه، نرجع باذن الله سواء ب 90 دقيقه تكون لفريق النادي الاهلي نتيجه واداء، وايضا كمان بقى ننتظر ال 90 دقيقه الاخرى اللي هتكون ان شاء الله في مصر ان شاء الله في وسط جمهور النادي الاهلي اللي بنتمنى يكون جمهور النادي اللي هو السند والدعم الحقيقي لفريق النادي الاهلي. عوده ليك من جديد يا كابتن.